مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم وبنتكلم دلوقتي وفقرتنا هتبقى عن الدعم. هل من الافضل الدعم النقدي ام العيني؟ ازاي نقدر نضمن وصول الدعم ده لمستحقيه؟ طيب هنتناقش في كل ده وفي الملف ده بالذات او بالاخص، ونستقبل طبعا مشاركتكم لو في اي اسئله مع ضيفنا اللي منورنا سياده النائب محمد بدراوي عضو لجنه الشؤون الاقتصاديه مجلس النواب. صباح الورد يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك سياده النائب وصباح الخير. عايزين نشرح بقى للمشاهدين اكتر اقتراح حضرتك بان النقد بدل ما يبقى عيني يبقى نقدي الدعم عفوا هيكون معناه ايه؟ المقصود دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا انتوا عارفين الدعم ده منظومه طويله بقالها سنوات طويله بتقدمها الحكومه المصريه للشعب المصري، وهي بتاخد جزء من اموال الضرايب ترجعها تاني في صوره دعم، وهذا الدعم كان بياخد صور مختلفه. كانت الحكومه بتدعم ايه؟ يعني احنا المصريين بيدفعوا ضرايب، السنه دي وصلت هذه الضرايب ل 600 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا جدا. بيرجع منه جزء في صوره دعم وجزء في صوره اجور ومرتبات، والجزء الثالث في صوره خدمات بقى واستثمارات وغيره. الجزء اللي كان بيرجع في صوره دعم ده كان بتدعم بيه الحكومه المواطنين عن طريق دعم السلع. فكانت بتدعم مثلا سعر العيش، تدعم سعر المواد التموينيه، البنزين والكهرباء، بتدعم سعر الكهرباء والبنزين وغيره. عشان كده كان الدعم ده بيروح للسلعه، فتبقى سعر السلعه اقل من سعر الحقيقه اللي التكلفه ليها. ده ببساطه شكل الدعم، ان انا حاجه بتكلفني مثلا 10 فبديها للمواطن بخمسه او بسته، او بديها للمواطن برقم قليل جدا، والفرق ده هو دعم تتحمله الموازنه العامه للدوله. بتتحمله منين؟ من اموال دافع الضرائب. يعني في الاخر الحكومه بتاخد من اموال الشعب للشعب، من الشعب للشعب بالظبط كده. اذا الحكومه بتدير فقط الاموال، ودي نقطه هامه نبدا بيها، ان الاموال في الاخر هي اموال الناس. طيب النقطه اللي بعد كده، هل الاموال دي كانت بترجع للناس بصوره كفؤه؟ يعني هل كانت توزيع بقى الفلوس دي لما بترجع للناس هذا التوزيع بيبقى عادل؟ هل ما بيحصلش تسرب لهذا الدعم بحيث بيذهب جزء منه لغير مستحقين، او بيحصل في الوسط فيه فساد وسرقات وغيره؟ السنه اللي فاتت احنا عملنا لجنه تقصي حق القمح في البرلمان، اسفرت الحقيقه عن يعني قضيه كبيره جدا لغايه دلوقتي النيابه بتحقق فيها، وحاله كثير من الناس للمحاكمه فيها، ان فساد بمليارات الجنيهات، يعني فلوس بتاعه الناس دي اللي محطوطه في بند الدعم في الموازنه وطلعت فعلا كلها بتروح في جيوب بعض السماسره والوسطاء والمنظومه الفاسده اللي ما بين كل منطقه والتانيه، الفلوس دي بتروح وبتتسرب. دي كانت واحده. الثانيه، هل الدعم الـ بيروح للناس كلها بشكل عادل؟ يعني بقول انا عندي مثلا في مصر عربيات بتمون بنزين للسفارات الاجنبيه، هل السفارات الاجنبيه محتاجه النهارده ان احنا ندعم لها البنزين، ان احنا ندعمها ببنزين مدعم؟ اما يكون النهارده عندي 5 مليون مواطن اجنبي موجودين في مصر، طبعا الاجانب سواء يعني غير مصريين عرب او غيره او غيره، بيستفيدوا بهذا النوع من الدعم اللي بيدخل يمول عربيته ايا كان وضعها، هو في الاخر بيمولها ببنزين مدعم او بياخد سلعه هي السلعه مدعمه. وبالتالي اللي حصل على ارض الواقع ان احنا بناخد الفلوس اللي عندنا اللي هي اوريدي مش كتيره، فلوس قليله، وبتتوزع بشكل غير عادل وغير كفء للناس. في المقابل احنا عندنا معدل فقر في مصر في اخر احصاء كان 27.8، حوالي 30 مليون مواطن تحت خط الفقر. ازاي نسيب 30 مليون مواطن تحت خط الفقر؟ بيوصلهم الفتات من الدعم، بيوصلوا في الاخر كيسين سكر وازازتين زيت، ونقول عندنا 200 مليار جنيه دعم موجودين في الموازنه لكن الناس مش حاسه. انت اقول ان ده مواطن تحت خط الفقر، خط الفقر ده اللي هو حدوده ايه؟ خط الفقر ده عالميا هو 1.9 دولار. في مصر خط الفقر كان مقيم في هذا الاستقصاء ب 482 جنيه شهريا للفرد، يعني حوالي 16 جنيه في اليوم. يعني المواطن اللي دخله اقل من 15 جنيه في اليوم تقريبا ده تحت خط الفقر. ده تحت الفقر، واحنا عندنا حوالي 30 مليون مواطن 27.8 بالظبط وفقا للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، يعني حوالي تقريبا تلت الناس، حوالي 30 مليون مواطن دخلهم اقل من 15 جنيه في اليوم. طبعا 15 جنيه في اليوم دول يكفيكي بقى اكل ولا شرب ولا لبس ولا مدارس ولا وهكذا. وبالتالي انت محتاجه انك تدي للناس دي وبسرعه جرعه نقديه عشان يطلعوا من الفقر اللي هم فيه ويقدروا يسدوا احتياجاتهم، بدل من العوز اللي احنا شايفينه على مستوى خصوصا في الصعيد اللي موجود فيه ما يقرب من نص الناس في هذا المستوى، يعني 48% في الصعيد تحت خط الفقر، 48% من الناس. وبالتالي انت بتتكلمي على معادله خطيره جدا، ازاي تقدري توزعي تاني الضرايب المظبوطه اللي بتجيبيها دي؟ وهي السنه دي لاول مره نوصل ل 600 مليار، كنا السنه اللي فاتت 450 مليار. فعندنا الحقيقه زيادات مظبوطه جدا. حاجه اخيره، ان بند الدعم لاول مره السنه دي بند الدعم السلعي فقط يتخطى ال 200 مليار جنيه، يعني عندنا اموال لاول مره في الموازنه برقم كبير جدا. عشان كده هو ده توقيت ان احنا نتحول من الدعم السلعي اللي بيروح فيه الاموال نتيجه الفساد والكلام احنا قلناه ده الى دعم نقدي مباشر للناس. كمان نقدر نحدد ايه مستحقين الدعم دول، دي نقطه مهمه. طب الناس خايفه من ايه؟ الحقيقه الناس خايفه من النقطه الاساسيه اللي هي ارتفاع الاسعار. انا هاجي اديك النهارده باليمين
وارجع بالشمال الاسعار ترتفع فاخدهم تاني فارجع خدتهم تاني. الفكره الاساسيه هنا هي في الحته دي، هل الاسعار سترتفع بنسبه كبيره اذا ادينا للناس فلوس مقابل الدعم السلعي؟ هو ده السؤال المهم اللي لابد احنا نشترك فيه كبرلمان وكحكومه. سياده النائب يمكن يعني هسال حضرتك حته في حته الاسعار دي، بس الاول قبل ما نتكلم بقى على الدعم اذا كان نقدي او اذا كان عيني، فعندي سؤال مهم جدا. واضح ان في خطه مستقبليه ان على 2020 هيتشال الدعم من كل المواطنين، ودي يمكن بدانا نمشي فيها خطوه خطوه، والدعم بيتشال يعني شفنا كتير الفتره اللي فاتت وبدا فعلا رفع الاسعار طبعا، وبدات الدعم عن البنزين وهكذا. طيب في الحالة زي دي لو وصلنا ل 2020 والدعم كله اتشال، هيتشال عن كل المواطنين فعليا؟ يعني حتى اللي حضرتك ذكرتهم اللي تحت خط الفقر اللي بيوصلوا مثلا ل 30 مليون مواطن مصري في مصر؟ طيب عشان نجاوب على السؤال ده، وده سؤال مهم جدا جدا، احنا قلنا الدولة بتدعم ايه؟ وقلنا بتدعمه ازاي؟ طيب احنا في خلال السنتين اللي جايين ايه اللي حصل في منظومة الدعم في السنة اللي فاتت دي؟ ارتفع سعر البنزين والسولار وكل المنتجات البتروليه بنسبه 70 و80%. النهارده لتر البنزين بقى ب 5 جنيه بعد ما كان من سنتين ب 2 جنيه و70 قرش. نفس الكلام بالنسبه للسولار وغيره. ارتفع ايضا سعر المنتجات الغذائيه، يعني كان كيس السكر لو تشوفيه من سنه كان ب 4 جنيه ونص، النهارده بتتكلمي في 9 جنيه ونص. ما هو بناء على ارتفاع الاسعار البتروليه ترتب عليه ارتفاع في كل حاجه. بالظبط كده. وبالتالي انا عايز اقوله ايه بقى؟ ان الاسعار ارتفعت بالفعل، ودي الحته اللي انا رايح لها، ان انا عندي اسعار ارتفعت بنسبه تتخطى 80%. خلاص يعني تم تحرير الاسعار او تحرير الدعم بنسبه فوق 75 80% بالفعل. بترتفع بلا رقابه طبعا، كل واحد بيحط السعر اللي هو عايزه. يعني انا دلوقتي مثلا لو بشتري برطمان اي حاجه قهوه بقى 3 أضعاف، يعني بقى الثمن بقى مضروب في 3 مش 2 مثلا، يعني مش الضعف. لو ب 3 جنيه بقى ب 9 جنيه، مش ب 6 جنيه مثلا. للاسف ده ومفيش اي رقابه. يعني انا دلوقتي لو عايزه بالعقل كده، ما هو ربنا عرفوه بالعقل، اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. انا دلوقتي بقول 2020 مفيش دعم نهائي، في المقابل بقى لازم في رقابه على الاسعار حتى، ولا ايه؟ لا، في حاجتين. اول حاجه ان لابد ان كل الفئات الفقيره دي يصلها دعم نقدي مباشر. يبقى الاول انت بترفعيش الدعم عشان انت كدوله عايزه تاخديه، لا، انت بترفعي، مش بترفعي الدعم، انت بتحولي الدعم من دعم للسلع لدعم للناس مباشره عشان تستهدفي الناس الفقراء تديهم الفلوس دي. طيب يعني في 2020 هيفضل لو احنا افترضنا تطبيق الاقتراح ده بنجاح، اللي هو ان انا ادي دعم نقدي، هل برضو مع 2020 هيفضل هذا الدعم النقدي مستمر؟ المفروض انه يزيد. يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال، يبقى في دعم لسه. طبعا احنا بندي دلوقتي برامج تكافل، ما اسموش بقى دعم، صور بنسميه هنا صور اخرى من المساعدات، مسميات اخرى. انت بتعملي ايه النهارده؟ مثلا برنامج تكافل وكرامه. برنامج تكافل وكرامه بيدي للاسر، يعتبر دعم، يندرج تحت الدعم، بيسموه المنح النقديه. انت النهارده بتدي للاسر ما بين 350 جنيه لغايه 600 جنيه مقابل بس يكون دعم نقدي مشروط، ان الاسر دي ولادها ما يطلعوش المدارس، ينطبق عليها شروط معينه، ولادها ما يطلعوش المدارس، صح، وده شرط اساسي ان هم يكملوا. انت عايزه تحولي المجتمع لايه؟ عايز تحولي المجتمع لمجتمع متعلم، مجتمع صحيح، مجتمع لديه قدره. بس المشكله في ايه بقى؟ الارقام اللي بتدفعها قليله. يعني 450 جنيه لهذه الاسره ده قليل. طب حضرتك شايف ان الرقم الصح ايه؟ يعني بما حضرتك قلت الرقم قليل، طيب الرقم لو احنا هندي دعم نقدي حوالي كل فرد يبقى نصيبه قد ايه؟ الاسره المكونه من 4 افراد لابد ان لا يقل الدعم النقدي ليها عن 1000 جنيه شهريا. يعني لابد ان نبدا من 1000 جنيه وننطلق الى من 1200 ل 1500. يبقى انا عندي الحدود من 1000 لغايه 1200، الرقم ده هو الرقم المناسب. طب الفلوس دي هتيجي منين؟ موجوده في الموازنه. ده هيكلفها حوالي قد ايه؟ ده هيكلفنا حوالي 200 مليار اللي موجودين بالفعل. اللي موجودين. احنا عندنا 200 مليار في الموازنه للبند ده. انا عندي في منظومه البطائق التموينيه 70 مليون مواطن، حوالي 17 مليون اسره ببساطه. لو قلنا الاسره 4 افراد يبقوا حوالي 17 مليون اسره. لو انا اديت كل اسره 1000 جنيه شهريا ب 17 مليار جنيه شهريا، وسنويا يساوي ال 200 مليار اللي موجودين عندنا. أوكي. يبقى معنى كده ان انا بحول الدعم ل 1000 جنيه شهريا لكل اسره من 4 افراد. طب هنا هسأل لو الاسره 6 افراد هكمل، لو الاسره 5 افراد او 6 افراد يبقى هيبقى 1250 او 1500. تمام. يبقى 250 جنيه. في سؤال بس يعني جه على بالي كده بسرعه وحضرتك بتتكلم. طيب في ناس بتقول ان لما احنا يعني ان يعني حضرتك شايف التعويم اللي حصل في الجنيه، وان الجنيه ما بقاش جنيه، يعني لو كنا بنجيب بيه قبل كده كام حاجه دلوقتي ما بنجيبش حاجه. فالناس قلقانه من الدعم النقدي، ان ال 1000 جنيه برضو لو حسبناها على مدار ان شاء الله ال 10 سنين جايين هو ما يكفيهاش. ما هو وارد ان ده يحصل. نخش بقى الجزء الثاني من الاقتراح،
هو او اللي متقدم ان احنا هنبدا بال1000 جنيه السنه دي وتزداد سنويا بمعدل التضخم او بحد ادنى 10%. طيب احنا بنتكلم على الدعم على الصحه والتعليم والتموين ولا التموين فقط؟ لا 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 الدعم الموجه الى النقاط الاتيه. واحد السلع التموينيه، تمام. اثنين السلع البترول اللي هي البنزين والسولار وغيره، ثلاثه الكهرباء. الثلاث انواع دول اللي هم فيهم الدعم اللي بنتكلم فيه اللي هم تقريبا ما يقترب من 200 مليار جنيه. دول الثلاث انواع من الدعم دول عايزين نخليهم بدل ما هم دعم سلعي دعم نقدي مباشر. يبقى ادي الناس 1000 جنيه. طب الناس حاليا بتاخد ايه؟ الناس حاليا بتاخد سلع تموينيه ب 50 جنيه للفرد، يعني بتاخد حاليا دلوقتي 200 جنيه للاسره الاربع افراد. يبقى هو ال 200 جنيه دول موجودين زي ما هم وهيزيد عليهم 800 جنيه بديل عن دعم الكهرباء نقدي، بديل عن دعم الكهرباء والبنزين او السولار او البوتاجاز، وبالتالي الناس هيوصل لها 1000 جنيه اول كل شهر. خدي بالك بقى عندك الاسر المصريه النهارده. طب ما هو ممكن يجي بعدها يقول لك طب ما هو في كده فاتوره الكهرباء تيجي 7000 جنيه. لا يعني استفدنا ايه من لا ال 30 الفئات اللي احنا بنتكلم عليها دي بتجي لها فاتوره الكهرباء ب 100 جنيه، ممكن تيجي او ب 50 او ب 70 جنيه، ممكن تيجي ب 100. طيب هل في حاله رفع الدعم في 2020 هيبقى برضو عن الثلاث محاور دي اللي احنا بنقول عليها اللي هو الكهرباء والبنزين والتموين فقط ولا عن كله برضو الصحه والتعليم لا 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 هو الدعم اصلا موجه لهذه يعني لهذه النقاط الشرائح دي لهذه السلع. التعليم والصحه دي خدمات بتقدم بمنظومه اخرى. احنا بنتكلم في الدعم زي ما قلت حضرتك ان حاجه بتكلفك 10 بتبيعها بخمسه كدوله او كحكومه. طيب نخش على الجزء اللي بعديه. احنا بنقول النهارده ان ال 1000 جنيه دي مش ثابته، ال 1000 جنيه دي هاجي السنه اللي جايه ارفعها بمعدل التضخم. هل سيادتكم تقدمتوا اصلا للوزاره يعني دور الانعقاد القادم جاي الاسبوع القادم ان شاء الله هنبدا 4 اكتوبر وبعد 4 اكتوبر ان شاء الله احنا هنتقدم بهذا المقترح مجرد دخولنا في دور الانعقاد وهندخل في مناقشات جاده مع الحكومه. احنا شايفين الناس استوت من الاسعار السنه اللي فاتت دي، الناس استوت طبعا. استوت معنى كلمه استوت بعد التعويم السنه دي. ولو الناس ما خدتش حاجه تعوضها شويه عن المشكله الكبيره اللي جت في الاسعار السنه اللي فاتت دي الحقيقه هتبقى المعاناه شديده قوي بالنسبه. طيب بس طالما طرح هذا الاقتراح ايه الاليات اللي وضعتوها عشان بس احنا مش في المدينه الفاضله وما شاء الله يعني الناس اللي ضميرها واسع او زمامها واسعه كتير، فايه الاليات اللي هتحمي تنفيذ هذا المقترح بهذا الشكل اللي يعتبر لا يعني مبدئيا كده تعالى نستبشر هو لطيف، يعني ايه اللي هيحمي؟ يعني دايما يقول لك ايه السلام يحتاج الى قوه تحميه. ايه القوه اللي هتحمي ان ما يحصلش تلاعب ويحصل الناس اللي اول حاجه اهم حاجه انها فلوس نقديه وليست سلع ممكن يحصل فيها زي ما قلت حضرتك كده ان حد ياخد حاجه ويبيعها تبديل او نقاط او البطاقه او البطاقه زي ما شفنا منظومات الكروت مثلا التمويليه دي كان بيتم فيها تلاعب غير عادي وضرب غير عادي. كل الكلام ده هينتهي. 1000 جنيه هيجي لحضرتك في الحساب بتاعك في البنك اول كل شهر. الموضوع بسيط وسهل. طيب ازاي هنحدد دي النقطه المهمه دي بقى مستحقين أيوة. ازاي هنحدد المستحقين؟ مبدئيا احنا بنتعامل مع المفروض ان وزاره التموين اعلنت انها في بدايه الشهر القادم، دكتور علي مسلحي اعلن انه في بدايه الشهر القادم اللي هو بدايه اكتوبر هيكون اكتمل تنقيه البطاقات التموينيه وهيعلن قاعده البيانات قاعده البيانات الموجوده عندنا النهارده فيها 70 مليون مواطن، ممكن تبقى 65 ممكن تبقى 67 بعد ما يتم تنقيتها. معنى كده احنا بنتعامل النهارده مع المواطنين الموجودين فين؟ في قاعدة البيانات اللي موجودة في بطاقات التموين. يعني كل الناس اللي موجودة في بطاقات التموين النهاردة هتحصل على هذا الدعم، جزء منه بديل عن دعم السلع وجزء من زي ما قلنا بديل عن دعم الكهرباء. طب حضرتك شايف ان هذا الرقم هم كلهم فعلا مستحقين؟ هنا بقى يجي دور قاعده البيانات، يعني قاعده البيانات اللي هتعمل لنا النهارده مبدئيا هتقول لنا دول المستحقين هم، يطلعوا بقى 17 مليون اسره زي ما بنتكلم، يطلعوا 16، يطلعوا 15، زي ما يطلعوا، في الاخر هنتعامل مع قاعده البيانات السليمه. وخدي بالك قاعده البيانات دي اهم شيء في المنظومه. مصر الحقيقه بتفتقر طول الفتره اللي فاتت دي لقاعده بيانات واضحه لمين اللي تحت خط الفقر، مين اللي مستحق، مين الطبقه المتوسطه اللي نزلت كتير جدا الفتره اللي فاتت. لكن مبدئيا بنقول عندنا اساس موجود اللي هو ايه؟ اصحاب البطاقات التموينيه 70 مليون مستحق في تقريبا 17 مليون اسره، دول موجودين عندنا هيتم تنقيتهم، هنشوف هيوصلوا لايه وهنديهم ال1000 جنيه المباشر. طيب بعد سنه من النهارده الاسعار اتحركت او التضخم حصل هزود ال1000 جنيه بنسبه التضخم السنوي تمام. يعني عندي تضخم مثلا 12% 13% طبعا السنه دي كانت استثناء غير عادي طبعا. في معدل التضخم، لكن احنا ماشيين في مصر عبر 10 سنوات حول معدل تضخم يعني ارتفاع اسعار تقريبا 10% كل سنه. طب ايه الاليات اللي انتوا وضعتوها علشان يكون في رقابه على الاسعار؟ ما احنا قلنا لحضرتك اليات مراقبه الاسعار نقطه مهمه قوي عملها البرلمان. هو دي مهمه جدا، احنا بنعاني لان فعلا اي حد بقى يرفع اللي هو بجد والله بجد الناس قاعده اي تاجر بيحط اي سعر هو عايزه وان كان عاجبك يعني هو بيتعامل كده. حاجتين كويسين قوي عملناهم. اول حاجه طلع امبارح او النهارده قرار من وزير كنا اتكلمنا فيه من 6 شهور، قرار من وزاره التموين بضروره وضع الاسعار العلنيه على المنتجات.
طلع قرار بكده من وزير التموين امبارح. تمام. وده كلام اتكلمنا فيه من ست شهور. حضرتك عايزه تروحي تشتري النهارده اي دي سلعه؟ دي في الجمعيات يا فندم بس، لا لا لا. وما يخص الحكومه دي المفروض فعلا ولا لا لا. كل السوبر السلع. ماركت؟ أه. مش فكره الحكومه، كل السلع. طبعا. اي سلعه هينتجها منتج او هتيجي مستورده بس اداهم مهله 30/12. تمام. هو يعني في خلال 3 اشهر. يعني معنى كده ان حضرتك بقى من 1/1 هتروح تشتري اي سلعه عارفه سعرها. حتى لو سلع مستورده اصلا كل يعني السلع. هو مستورد. اه بالظبط. الفكره تتحدث عن ايه؟ عن السلع اللي حضرتك هتروح تشتريها تكون مسعره. طب هنا عملنا ايه؟ يعني برضو ما انا ممكن كصاحب اه محل احط السلعه بنفس السعر اللي انا هبيعه بيها الغالي وانا اعرضها لكم عادي. هو السعر ده هيبقى جاي مش من صاحب السلعه، السعر ده جاي من الانتاج. يعني العبوه عليها السعر، مش هيقدر التاجر او الوسيط او السمسار او اي حد في الوسط يتلاعب في السعر. ما هو بيحط هامش ربح، هامش ايجار مكان، هامش كهرباء، هامش يعني. بس السعر على العبوه يا فندم، حضرتك النهارده حاطه ازازه زيت او ازازه شامبو او اي حاجه محطوط جاي لك من الشركه عليها سعرها ب 15 ب 20، هتقولي ازاي للمواطن دي ب 25 ما عليها السعر 20؟ وبالتالي عملنا الخطوه الثانيه اللي هو جهاز حمايه المستهلك. عملنا في البرلمان عندنا فعلنا قانون جهاز حمايه المستهلك هننتهي منه الشهر القادم، وهذا الجهاز هيكون له دور كبير جدا على مستوى الجمهوريه. ان انتوا هتدوا له صلاحيه الضبطيه القضائيه. الضبطيه القضائيه هيبقى موجود له فروع على مستوى الجمهوريه، مش بس في القاهره او في اسكندريه، لا لا، على مستوى الجمهوريه في الصعيد وفي الدلتا وفي كل حته. فهيشترك جهاز حمايه المستهلك فعلا في نظر الشكاوي والنزول وتزويد عددهم شويه عشان يقدروا يضبطوا. طبعا شوفي حضرتك الرقابه على الاسواق، لو فعلتي اي اجراءات من غير رقابه على الاسواق لن تؤدي الى نتائج. احنا بنقول ايه بقى في الاخر؟ احنا عايزين المواطنين كمان يبقى عندهم حريه تصرف في اموالهم. انت حضرتك بتدفعي ضرايب باليمين، من حقك بالشمال انك تقولي ان جزء من الفلوس ده بيرجع لك سواء بقى في صوره دعم او منحه او الى اخره او خدمات حتى، عشان تتصرفي زي ما انت عايزه في الفلوس دي. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الناس بتيجي تقول انا هاخد النهارده سلعه تموينيه، طب السلعه التموينيه دي جيده او رديئه؟ طب لو رديئه انا مجبر ان انا اخد السلعه دي، مش مزاجي ان اروح مش مزاجي ان اروح اختار حاجه ثانيه غير دي. لما حصل من سنتين ثلاثه وبعض الناس غيرت عملوا نظام نقاط الخبز، الناس بقت تاخد الفلوس اللي بتوفر معاها من الفلوس بتاعت العيش وتجيب بيها حاجات تانيه اللي هي عايزاها. الفكره دي نجحت ليه؟ لان انت خيرتي المواطن. اللي احنا بنتكلم عليه ده على فكره عشان نتكلم في اساس خارج دعم الخبز، انا باؤكد يعني رغيف العيش بخمسه قروش زي ما هو هيفضل مدعم. يعني هذا الدعم خارج منظومه رغيف الخبز، رغيف الخبز يستمر بخمسه قروش زي ما هو عشان المواطن اللي احنا بنتكلم عليه ده يستمر له العيش بخمسه سعر، عشان الناس متصوره ان احنا ممكن نحرر دعم رغيف العيش يبقى باكتر من كده، لا، يستمر رغيف الخبز بخمسه قروش، تحصل الاسره على 1000 جنيه شهريا مقابل باقي انواع الدعم، تتصرف فيها زي ما عايزه بقى. عندك مثلا وضع زي كان في مدارس الشهر ده، الناس كانت محتاجه فلوس عشان تجيب لاولادها يعني بس برضه منظومه دعم الخبز محتاجه اعاده نظر، لان في ناس بتاخد العيش ده وترميه للبط. شوفي بقى حضرتك دي هنا بنتكلم في ايه بقى؟ هل خمس ترغيفه؟ هل اربع ترغيفه للمواطن؟ دي حته في العدد، لكن احنا عايزين نسيب العيش للناس بالخمسه سنين. مع العلم ان البط لازم ياكل برضه، ما هو ده كائنات حيه يعني. لا يعني معلش بس ياكل بالاكل بتاعه ما ياكلش من اكل الناس. ايوه. لكن برغم ذلك هنقول ايه؟ المواطنين سيستمر الخبز خمسه قروش، الاسره تاخد 1000 جنيه شهريا الاربع افراد، يتزداد ال 1000 جنيه سنويا بمعدل التضخم وبحد ادنى 10%، ادي نمره 3، نمره 4 يتم التطبيق لكل حاملي البطاقات التموينيه بالنظام اللي موجود حاليا مع تنقيح بطاقات التموين والانتهاء من هذا بحد اقصى مع بدايه السنه القادمه. يعني احنا نتمنى ان احنا نطبق هذا الكلام في 1/1. طيب المخالف احنا هنعتبر ان احنا في المدينه الجميله الفاضله والحلوه قوي وفعلا طبق ده وخدته موافقه بيه والدنيا مشيت كويس جدا. طيب نيجي لبدايه السنه الجديده بقى، ندخل في شهر 1 مثلا، لو حضرتك وبقى حضرتك قلت ان في جهاز حمايه مستهلك وفي رقابه، طيب لو تم ضبط حد مخالف للقوانين اللي تمت، التعامل معاه ايه؟ لان برضو لحد دلوقتي احنا عندنا رقابه وعندنا جهات اداريه بتنزل وجهات رقابيه بس وفي عقوبات مش بتتفعل، يعني خلينا نبقى واضحين اكتر. مظبوط. ايه اللي يضمن التفعيل بعد الحاجات اللي هتنجزوها دي؟ القانون الحقيقه بتاع حمايه المستهلك مزود الغرامات ومفعل جدا فكره الضبطيه القضائيه مع اللي هينزل. قبل كده حضرتك كنت تشتري مثلا جهاز كهربائي يطلع فيه مشكله او ما تاخديش بيه فاتوره او ما يكونش فيه صيانه كافيه، ايه اللي يحصل؟ حضرتك كمستهلكه حقك بيروح. النهارده القانون الزم، مش الزم بس، الزم جهاز حمايه المستهلك
بعمل المحضر ثم بعد ذلك بتحويله للنيابه ثم بعد ذلك غلظ العقوبه اصبحت العقوبه مشدده جدا. على فكره احنا كل ده عمالين نفكر تحت ضغط ارتفاع سعر الدولار، مفيش امل خالص طيب ان الدولار ده ينزل سعره؟ ده موضوع تاني. يعني اكيد هيبقى ليه انعكاس برضو على المقترح اللي حضرتك بتقوله، او هيخدم اكتر على فايده الدولار. المفروض في الموازنه العامه للدوله محطوط مسعر ب 16 جنيه هو النهارده ما زال ب 17 جنيه و60 قرش. معنى ذلك ان المفروض ان احنا في خلال الاشهر القادمه ينزل الدولار لهذا المستوى، يعني احنا مقيمين الموازنه العامه للدوله بتاعتنا السنه دي ب 16 جنيه. أيوه. معنى كده ان الدولار النهارده لسه قدامه جنيه او جنيه ونص ينزلهم. طبعا لما هينزل ايه اللي هيحصل؟ اسعار هتنخفض سنه. حاجه ثانيه، الدولار الجمركي. الدولار الجمركي النهارده اللي هو جزء من التكلفه، حضرتك بتجيب اي خامه من بره بتدفع عليها جمارك وبالتالي بيبقى دي التكلفه النهائيه بتاعتها. امتى يحس الشعب بان الدولار نزل فعلا؟ لما الدولار ينزل فعلا. ما هو احنا كنا بنتكلم في 20 وصل ل 17 والشعب ما حسش وحصل لنا زياده في الاستثمار، يعني السلعه اللي بترتفع كمان سعرها على حس ان الدولار عالي، لما الدولار بينخفض بتفضل هي في العالي بتاعها ما بتنزلش، يعني مع انه نزل. شوفي حضرتك الـ اعتقد مع بدايه السنه هيحصل الاتي: انخفاض في معدل التضخم اللي موجود دلوقتي اللي هو 33 و34% لتقريبا تحت ال 20%، يعني هينزل تقريبا النص. هل معنى ذلك الاسعار هتنخفض النص؟ لا، بس معنى كده ان معدل التزايد المستمر في الاسعار هيقف. دي نقطه مهمه جدا لازم نعرفها. النهارده حضرتك بتشتري حاجه ب 100 بقت ب 130 او ب 135، الحاجه دي مش هترجع ل 120، لكن في النهايه مش هتزيد عشان تبقى ب 140 وب 150، ودي نقطه مهمه جدا، ان لو حضرتك الفلوس اللي في ايدك زادت شويه والحاجه ثبتت اسعارها ثبتت، معنى كده ان حضرتك هتقدري تشتريها. النهارده مش قادر تشتريها ليه؟ انت كان معاكي 1000 جنيه، 1000 جنيه ده فقد ثلث قيمته، بقوا 650 جنيه، فانت مش عارفه تتصرفي بالفلوس اللي معاكي. بس معنى كلام حضرتك ان مهما الدولار نزل اكتر من كده السلع هتفضل اسعارها ثابته مفيش نزول فيها. لا، الاسعار هتنخفض، لكن احنا خلينا ما نقدمش صوره لا حالمه ورديه ولا صوره قاتمه، نتكلم على صوره حقيقيه. يعني لا مطبلاتي ولا مقللاتي. لا نتكلم، ايوه نتكلم على صوره حقيقيه. الصوره الحقيقيه بتقول ايه حضرتك؟ بتقول ان الاسعار اللي ارتفعت عشان تنخفض ده حاجات، يعني ده اقتصاد. مش قضيه بس دولار، دولار جزء كبير لكن ما هوش الحل، ما هوش الجزء الوحيد في الموضوع، لان عند حضرتك بقيه عوامل الانتاج زي الكهرباء، زي البنزين، زي النقل، كل ده زاد، السلع اللي حضرتك بتشتريها دي. امتى هيتم مناقشه هذا القرار او طرحه عشان انا داخل المجلس؟ في الشهر اللي جاي ان شاء الله، اكتوبر، احنا هنبدا نشتغل عليه وان شاء الله في خلال. طب تمام، يبقى احنا اكيد هيكون في متابعه مع حضرتك. يعني انا اتوقع ان الحكومه هتتناقش في هذا الموضوع، يمكن يفصلونا شويه في فكره الفلوس وقال 1000 جنيه تبقى اقل، لكن احنا الحقيقه هنتمسك بالرقم ده لانه موجود في الموازنه العامه. هيكون في لقاء تاني مع حضرتك الشهر الجاي للمتابعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نشكرك. صباح الورد. نشكر حضرتك سياده النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنه الشؤون الاقتصاديه بمجلس النواب، شرفتني يا فندم. صباح الورد عليك. شكرا ليك. صباح الورد. مشاهدينا فاصل ونرجع مع الفقره الطبيه مع دكتور مصطفى ساري، ويا ترى انك تكون نباتي ده صحي ولا لا؟ هو ده اللي هنعرفه، خليكم معانا.